عودناكن على شوبينج هينو سريع ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بستلر، مكفين نطلع عليكن يوميا مع اصنافنا الجديده المختلفه والمميزه العمليه لكل شخص منا، والاهم انها فيري هاي كواليتي. وين ما كنتوا عم بتابعونا اختاروا الايتم يلي بهمكن، اتصلوا على بستلر على 01 44 55 55 وبيوصل الغرض لعندكن وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري. كوكينج بوك الأصلي شكله مثل مجلد، إنما بيحتوي على 4 شوبينج بولز بأربع ألوان مختلفة، وكل لون فينا نقطع ونقص عليه نوع معين من الأكل، يعني الأحمر للحمة بس، الأزرق للسمك ولكل أنواع الفريدومير، الأبيض للأكل المطبوخ أوريدي مثل الروتي مثلاً، والأخضر أكيد للخضرة وللفواكه. كوكينج بوك الأصلي ما بينكسر قد ما يوقع على الأرض وقد ما نشد عليه، مصنوع من بولي برولان وبتحصل عليه ب 35 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري، تصلوا على بستلر على 01 44 55 55. في كتير ناس بحبوا يخبزوا خبزاتهم بالبيت وبطريقة هينة وسريعة، هسا جماكر مصنوع من مواد ما بتلزق أبداً فينا نعمل عليه مش بس خبز، فينا نحضر منقيش زعتر، جبنة، لحمة بعجين وحيلا شي بيخطر عبالنا بده فرن. وإجمالاً تنعمل خبز بالفرن بدنا فرن بتوصل حرارته لل 900 درجة، وهيدا شي مش وارد بالبيت إلا مع هسا جماكر. فينا نعمل كل أنواع الخبز ومشتقاته عليه بطريقة صحية وكتير سريعة، وزنه خفيف وفينا ننقله وين ما بدنا ومصروفه كتير قليل نسبة لسرعته. أكيد مكفول وفيكن تحصلوا عليه ب 112 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري، تصلوا على بستلر على 01 44 55 55. قدام نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير، عذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان، بس مع فايبرو بيلت الجديد انحلت هالمشكلة. فايبرو بيلت كتير قوي وسريع وبيبرم موتوره بسرعة تيعطينا النتيجة يلي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطه عليها، شد العضل وإزالة الترهلات تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب إنه يكون عنا إياه. فايبرو بيلت فينا نستعمله نحن وعم نحضر تي في أو نحن وعم نقرأ بالتخت، حتى نحن وعم نسمع موسيقى وبحيلا محل بالبيت أو بالمكتب، كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فايبرو بيلت فيكن تحصلوا عليه ب 132 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان، عبر الاتصال ببستلر على 01 44 55 55 وبيوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري. تنشير الغسيل مشكلة، أغلب الأوقات ما منغسل لأن ما في محل ننشر والغسيل بيكون بده كتير وقت تينشف. معها إلكتريك راك بنحل المشكلة كلها، لأنه منشر على الكهرباء بيحمى وبيعطي حرارة بين 50 و55 درجة تينشف التيب بسرعة، وهيك بصير فينا نحط وننشر غيرهم بوقت كتير قصير، يعني بيغنينا عن النشافة يلي بتاخد محل. أما هالمنشر فينا ننقله بالبيت محل ما بدنا، قوي ومتين وبينضب يعني ما بياخد محل. ها إلكتريك راك فيكن تحصلوا عليه ب 135 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري، تصلوا على بستلر على 01 44 55 55. تراستيكين هي عسل التعكيز كتير متطورة وسعرها بس 60 ألف، مصنوعة بطريقة لتريح الشخص وما تخلي يحس حاله إنه في شي منه قدر يعمله، رح قلكن كيف. أولاً معمولة من حديد وفينا نطولها ونقصرها مثل ما بدنا، بيوصل طولها مينيموم ل 80 سنتيمتر وماكسيموم ل 93 سنتيمتر. ثانياً بيجي فيها ضو متحرك لفوق ولتحت. ثالثاً بكعب العصا في 4 سندات لتوقف، هيك بصير استعمالها أهين وما بتعود توقع كل ما فلتت من الإيد، خاصة للأشخاص الكبار بالعمر لأن على أكيد رح يكون عندهم صعوبة إنه ينخوا ويلموا العصا. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55 وبتحصلوا على تراستيكين ب 60 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري. إذا شعرنا فريزي وعم بعذبنا تنملسه أو بدنا نعمل براشينج بسرعة لأن إجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق،
ستريت برو الجديدة الأصلية هي الحل. بتمشي على الكهرباء، مكفولة ومصنوعة من أجود أنواع السيراميك، مزودة بإنفراريد تحمى كتير بسرعة، وفينا نقوي أو نخفف حرارتها مثل ما بدنا. وأكيد فيها LCD سكرين تنحط الحرارة يلي بتناسب شعرنا، وفيها توصل لل 230 درجة. يعني قد ما يكون الشعر صعب تمليسه، هاي ستريت برو الجديدة بتقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة، وأكيد مكفولة لمدة سنة. فيكن تحصل عليها ب 58 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان، فري دليفري. تصلع بس سلر على 01 44 55 55. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. ما تنسوا فيكم تتصلوا على بسلر على 01 44 55 55 حتى بعد الحلقه. تابعونا دائما على MTV.